معلش انا عارف ان انا زحمك، بس اعمل ايه؟ لو كان البيه في ظهري كنت انا قلت احتحمى. هو لسه بيرفض؟ اقربها من كام يوم. ما تقلقش، بعد الجواز كل ده هيتظبط. تغلبني على محدد ميعاد الفرح، خصوصا بعد ما فريده فاقت. فريده؟ ياه، هي لسه عايشه؟ اي قاعده في المنتجع ما تطلعش منه، وكل ساعه والتانيه تعمل لها حكايه عشان تلفت النظر. اخرها عملت نفسها عايزه تنتحر، بس انا ظبطتها. رجعنا لغيره الحريم تاني. يعني عايزني اسيب لها هادي بعد ما حوطت عليه بقالي 3 سنين؟ هو الايام دي مبسوط بلعبه شجيع السيما بعد ما انقذها من البحر؟ بس انا اتصرفت، هديتها تطبيق صغنن من عندنا. تطبيق ايه؟ زون. من قد ايه؟ بقالها شهر. يا ده انت قلبك اسود قوي. انت عايزه تسيحي لها دماغها. ازيك يا فريده؟ ازيك يا هادي؟ انا كويس، انت عامله ايه؟ كويسه. اخبار فرحك ايه؟ انت كده بتغير الموضوع ولا مش حابه ان انا اقعد اتكلم معاكي اصلا؟ لا ده ولا ده، انا بس عايزه افكرك ان فرحك خلاص، وعارفه انك بتسيب كل حاجه لاخر لحظه. متشغلش بالك بيا، اكيد عندك حاجات كتير اهم. مفيش حاجه تستاهل ان انا اشغل نفسي بيها اكتر منك يا فريده. لا طبعا، في حاجات كتير اهم من الشفقه. انت عارفه كويس ان دي مش شفقه. لا ما هو ما ينفعش يبقى في حاجه تانية، لاني مش هقدر اجريك. انا خلاص يا هادي، بقيت بتفرج على الدنيا من بره. صدقني لو قلت لك ان حتى الدنيا ما بقاش فيها حاجه تهمني. مفيش حاجه تستاهل اللي انت. دودي يا روحي انت، سوري لو اتاخرت عليك. ازيك ليف، عامله ايه؟ حبيبي قالوا لي انك هنا. فريده ازيك؟ كويس. لا صحتك رد على جو المنتجع زي القمر يا روحي. ميرسي. أنا كنت بدور عليكي على فكرة وسألت عنك. معلش يا روحي عشان كنت مشغولة بتجهيزات الفرح. عزمتها أكيد. ها فريدة، أنا جيت فرحك على مهاب، أوعي ما تجيش. أنا ودودي هنبقى مبسوطين قوي.